وينضم إلينا من بيت لحم رائد الشريف مراسل الجد. يعني إذا رائد، كيف هي الأجواء يعني تزامنا مع الاحتفالات بعيد الميلاد؟ هناك تضييق تتبعه قوات الاحتلال هذه الفترة، كيف هو المشهد؟ نعم، تبدو الأجواء جميلة حتى وإن كانت الفرحة منقوصة. لماذا الفرحة منقوصة؟ بسبب الاحتلال الإسرائيلي الذي ينغص على الفلسطينيين حياتهم، ينغص عليهم يومهم من خلال الاحتفال بأعيادهم، بمناسباتهم، بأفراحهم، بأتراحهم. الاحتلال الإسرائيلي دائما عائقا أمام الشعب الفلسطيني. لذلك كل هذه الاحتفالات التي نتابعها الآن من أمام كنيسة المهد وفي هذه الساحة، حيث يظهر خلفنا مباشرة يظهر عدد من المواطنين الفلسطينيين من الحجاج المسيحيين الذين جاءوا ليحتفلوا بعيد الميلاد المسيح، وبالإضافة أيضا إلى الدخول إلى مدينة بيت لحم، إلى مهد السيد المسيح، إلى أزقتها، إلى حواريها، إلى دهاليزها، وكذلك إلى البلدة القديمة للتسوق منها. وهذا يعتبر عيد قومي لكل الفلسطينيين، عيد الميلاد المجيد، خاصة أن الفلسطينيين جميعا يحتفلون بهذه الأعياد التي طبعا كانت قد انطلقت مع إضاءة الشجرة في الأول من ديسمبر إذانا بانطلاق الأعياد المسيحية في مدينة بيت لحم، بحضور عدد من المسؤولين الفلسطينيين. كذلك سيحضر الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الساعات القادمة. ووصل قبل قليل، قبل حوالي ساعة من الآن، المدبر الرسولي بيير باتيستا إلى هذا المكان، ودخل قبل قليل إلى كنيسة المهد من مدينة القدس، بعد ذلك إلى مار الياس، إلى محيط مسجد بلال بالرباح أو ما يعرف بقبة رحيل عند الاحتلال الإسرائيلي، وصولا إلى كنيسة المهد. الأعداد هذا العام كبيرة جدا مقارنة مع الأعوام السابقة، مقارنة مع الأعوام الفائتة، خاصة وأن وزارة السياحة الفلسطينية سوها تحدثت عن قرابة 3 ملايين من الحجاج المسيحيين دخلوا إلى مدينة بيت لحم، وهذا يعني أنها أعطت نوعا من الانتعاش الاقتصادي للمدينة. لذلك خلال الساعات القادمة ستستمر الاحتفالات حتى منتصف الليل، حتى ساعات الليل والقداس، بالإضافة بأنه سيتم إضاءة شجرة الميلاد. ستكون الأجواء أجمل بفرحة الأطفال وبفرحة النساء والشباب الفلسطينيين. سنتابع معك بالتأكيد ونرصد هذه الاحتفالات الجميلة. من بيت لحم رائد الشريف مراسل جد، شكرا جزيلا لك.